شرعت قيادة العمليات الخاصة بخطة أمنية في المحافظة تقسم بها المحافظة إلى قواطع وتنشر سيطرات متحركة مشتركة. وقال قائد العمليات الخاصة في كركوك اللواء ركن معن السعدي إنه يطمئن مواطني كركوك باستقرار الوضع الأمني هناك، لافتا إلى أن الإجراءات والخطط المتبعة تأتي لضمان استقرار المحافظة، فيما رفض السعدي التشكيك بالجهود التي تقدمها القوات الأمنية، داعيا المشككين لزيارة كركوك ورؤية التعايش والاستقرار والحياة الطبيعية ومقارنتها بالسنوات السابقة على حد قوله.